في هذا الدرس عزيزي الطالب سوف نتحدث عن حق الإنسان في المسكن، ولا بد أن تعرف أن السكن من ضروريات الحياة، وقد أكد الإسلام حق الفرد بالسكن اللائق المناسب. ولا بد أن نتعرف خلال هذه الحصة إلى مفهوم ضروريات الحياة، ألا وهي الحاجات الإنسانية الضرورية اللازمة لكل إنسان حتى يحيا حياة كريمة خالصة. أما بالنسبة لأهمية المسكن للإنسان، فيحتاج الإنسان إلى مكان للعيش فيه مع أسرته لتلبية احتياجاته اليومية، كالراحة والنوم واللقاءات العائلية وأداء الواجبات المدرسية، فيحافظ على نفسه وعلى أسرته من ظروف الطبيعة المتغيرة كالحر الشديد والبرد القارس، ويشعر بالراحة والطمأنينة. أما آداب المسكن فمنها ما شرعه الله سبحانه وتعالى، كعدم دخول المساكن إلا بإذن صاحبها، وعدم التجسس على الناس أو النظر إليهم وهم بداخل مساكنهم لما في ذلك من انتهاك لخصوصيتهم في البيت. أما المحافظة على نظافة المسكن وجمال رائحته ومساعدة الوالدين على تنظيمه وترتيبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظفوا أفنيتكم. هذا بالإضافة إلى عدم الاعتداء على منازل الآخرين بإخراجهم منها أو الاستيلاء عليها. ولا بد أن تعرف عزيزي الطالب أن هناك أسئلة خاصة في الدرس عليك التعرف إليها بعد انتهاء هذا الدرس. وهكذا نكون قد أنهينا هذه الحصة، لننتقل إلى الحصة التالية التي سوف نتحدث فيها عن قصة سيدنا نوح، لنتابع ما حدث معه مع قومه الذين كان يدعوهم للإسلام ويستكبر ويحاول دعاءهم مرة أخرى ويكرر الاستكبار والجهر، ثم يحاول مرة أخرى ويكرر مرة أخرى الرفض والعناد، ويضع أيديهم على آذانهم من شدة الرفض ويستخشوا ثيابهم، ثم بعد ذلك يحاول دعوتهم ويخبرهم أن من يستجب لله ويستغفر الله ينزل الله سبحانه وتعالى عليه من السماء ماء مدرارا، ويمدده بإموال وبنين، وينزل عليه كل شيء فيه خير. وهذا إلى نهاية هذا الدرس.